يا شيخ في يعني مراهقة الشيطان ورفقاء السوء أعطوها حبوب مخدرة وبعد أعطوها الخمر في نهار رمضان، فما هو حكم بعد التوبة والندم؟ الحقيقة السؤال مش واضح، هل اغتصبوها بعد أن خدروها؟ سؤالك عن الاغتصاب ولا سؤالك عن مجرد الحبوب المخدرة ودوها الخمر؟ إن كان سواء كان هذا أو ذاك، على كل حال لا يعظم ذنب على التوبة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لكن الدرس لا تتبعوا خطوات الشيطان. الرفقة الفاسدة التي تضيع أصحابها، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. على المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين للمقارن ينسب. فيا أمة الله احذري رفقة السوء، احذري بطانة السوء. إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، والحديث تعرفونه جميعا، حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. السائلة فتاة. على كل حال الفرق ليس كبيرا، والجواب قد سبق والحمد لله.